السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، بريطانيا تعلق على صواريخ صنعاء سريعة بشكل لا يصدق وصعب التعامل معه. وإلى الوقائع. أعرب قائد عسكري بريطاني عن انبهاره بصواريخ باليستية أطلقتها قوات صنعاء لاستهداف سفينة حربية يقودها. وأكد قائد السفينة الحربية البريطانية هيمز دايموند بيت إيفانز في مقابلة أجرتها معه قناة بي اف بي اس فوريسس نيوز امتلاك صنعاء صواريخ باليستية سريعة جدا، تكون عملية اعتراضها وإسقاطها أمرا صعبا. وزعم إيفانز إسقاط السفينة الحربية التي يقودها إحدى صواريخ صنعاء بالقول إسقاط الصاروخ الباليستي الحدث الأبرز خلال مهمتي، مضيفا أعني أن هذا النوع من الصواريخ سريع بشكل لا يصدق وصعب للغاية التعامل معه بنجاح. وكانت قوات صنعاء كشفت عن صاروخ فرد صوتي محلي الصنع حاضم 2 يتميز بالسرعة ويمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة ويصل إلى مدايات بعيدة. طبعا زعم القائد هذا أنه أسقط صاروخ، أعتقد أنه كذب. كيف أسقط صاروخ بعدين يقول هي صواريخ سريعة جدا؟ هذا يعني أنه لم يسقط شيئا وإنما بيجنف، وإنما بيحظي نفسه ويشتي يعمل نفسه حظ أنه أسقط هذه الصواريخ السريعة. إلاهم كذابين، إحنا عرفناهم كذابين على طول الخط. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.